مدحوين اكو حقين كا جمهوريدا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سينعي ايو وفت بلادان او هقامين ايو اوه وسير روح حكومة دا سومالي لان كاترسن ايا مانتا سوى دا جيرا حاريقا وغتشاري دوكسيقين سرى ايو هرية اي دباقا اي لغا هرقليو سومالي لان دوكسيقان او هران لو اران جيري دوكسيقان بورسا دا سكندر اسكول اسلامر كانا مدو هره لدغان جيري وقتية دي حكومة دي هره اي سوماليا ايا وحا دو هبين بلادان كو سمي اي مامل كا دولة دو هسي دقم دا بربرا ايو وليبا هيا دا وكاشان ايو دوكسيقان ايا وحا اوغو رين كوار بحيي اسو دوها وسارة دا وحبرشادا اي قبل كا ساحل إبراهيم ديقالي او مهان نغاي عيد كاس او غعان كا قيسة تايد اسمها دوكسيقان بروساس ديربو سومري وحانو مهان نغاي اما ايركا دقم دا بربرا ورنتي ايو حوليه هوريا دولة دو هسي اسر سوهايب ورنتي ايو كنو كود دالي سيدي اسكول كني وود اسم لها اسكول كود اسمي سمركي لسوه هلاي وحا ليدي لبا فوق با هرمي شو كود اسنا لبا دا فوق هلا دميو هلا كلين كرايو حباد اسمي نوي هاي دتري ورئيس كابل عنا وحا تور تاكو قاتاي قدوميا قولا ها ديگان كدق مدى بربرايي حبايي سي يمامل كيسي رنتي العكس ديات اخونا دولار كوب حضاي كبادان ايا كوب حضاي كلاير غرين تيد اسمها و العكس هاد غرين ايسان ميزان كلاير ستيات اخونا دولار وحان اميزان هاي لان تي انا دسمها نهير كلاين قدوميها قولها ديگان كيد دق مدى بربرا ايو قدوميها قوبال كساحل او يغونا هالكاسي كهاللي ايا كشيكي يي تاريخ دا فعوين دوكسيغن إلهي هاي ايو وريبا دوبهابين تبالاران اللو سمي يي إلهي با مهال لنا في كوبان مركا لبادو حرونتي فرحادا لسو كوبي كريم اي مانتا نوتها ولها ديگان كيد دق مدى بربرا هانكو دي يهي ملدو دو وانتا كوبان انتهلي قلقا سارو دادك ديگان وايو بحان افتين كيا إليس كيا أقوان تنو دحان وادلالك كوبات وحارونتي ما انتا عنكو فانينا إن إلهي سبحانه وتعالى مر لباد وسوع ليه مقعي برسة ده دوك سبي سراء برسة ده وكو سوع ليه قورتان أردينا إيه وسارة دبا واجب بسارة إيه دادك دقان كيبا حوي إنا يبقى عدن الاليان وواي داري إشان وواينان كو حساب تبين إنا يحيا دي نوري سانه waxay inagu dhisan karnaa inagu waan dhisanno wixii gacan kale naga soo galana aynu ilaashanno oo dar yeelano waxaan u sheegayaa ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan iskuulka bursada maanta loogu tabacay inay ilaashadaan hadii ay habeen bay ilaashadaan iskuulka aniga hadalkayga soo koobi doona waqtiga uu kulul yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaano ka tirsan golayaasha qaranka iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kuwaasoo dhammaantood ku ammaanay cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha dugsiga sare ee dabaqa ah isla markaana ah dugsigii ugu horreeyay ee dabaqa ee laga hirgeliyo Soomaaliland waxa sharaf loo ah maanta inaan goobjo ka noqono ambaar ka soo qayb galno xafladda furitaanka oo lagu furayo dugsiga sare البورصة ده وآه الدوسي يقول لي طبقة إنه عيسى وكان أنا وكجرين سومالي لان وحنقوم هذا غينا وزير كي وراي وزير دو أخبار شذا أهمي مك وزير كي وزير المالية ده واسمه تحلو جسي سيدي الدوسي جاسي وقول اسم لها كدي مركو بربري دوسي كي وراي هذا كدسنا ugu dambeyntii ayaa waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana xariga ka jiray dugsigaasi isagoona ku amaanay cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha dugsigan si gaarana ugu amaanay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan oo uu sheegay inuu yahay gudoomiyaha howlkara waxa maanta dhammaantii saxayno ah inaan ku joogno oo ka soo qayb galno xafladda furitaanka ismaan dugsiga la dhammaystiray bursada secondary school oo runtii muhiimaddii sare oo saaka uga soo kalaanay caasimadii qiimaha maanta waxbarashada leedahay iyo dugsiga sare qiimuu leeyahay iyo dhismaha qiimaha badan ee meesha laga fuliyey marka hore yahay waa mahadle dugsiga fara badan oo secondary ka dhisan dalka maasaka maanta uu sii gaar uga dugsiga leeyahay ismihii ugu been badan dugsi sare ee dalka laga dhiso بدي ترك بس كيس من عمله تي ودك سيقوق يوم بنا إذا كان هذا بس فوقه
taasina waxa keenay saaxiib hadaan magaalada korayaan dadkeena taranka aad u badanayo qasab ay noqonaysaa iskuulo badan ay noqdaan waxay noqdaan kor uga faa'iideysan uga faa'iideysano aad iyo aad baan u mahadsantihiin wax kale aad u mahadnaqayaa ardayda halkan dugsigani sida wanaagsan nagu soo dhaweysay iyo madaxda gobolka iyo degmada oo runtii iyagu hawl weyn fulintii halkani gaar ahaan meyarka iyo maaratay shaqaalihiisa iyo maamulka booliska deegaanka sida la sheegay runtii iyagu gudhoodu qayb weyn ka ah sababtoo haddaan guddoomiyaha degmada kasta meeshii doonaan joogay hadduu mashruuca laga fulinayo wadanka ee degmadiisa isagoo fududaynin waxma fududaadaan kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee laga hirgeliyay guud ahaan Somaliland isagoo aad arkaysaan inuu yahay mid dabaq ah oo horena ahaan jiray dabaq balse dayactir aad u ballaadhan ay ku samaysay maamulka dowladda hoose degmada Berbera. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Somali Channel magaalada Berbera.